شكرا. يا عم احنا داخلين هنا. ده طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي. انا بعمل تان، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، موحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجأة صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه ده؟ مالك متوتر ليه؟ يا ابو عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. آه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندورة؟ كنت عيلة عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفلة يا هاني، طفلة عيلة بيه. هو اللي طفلة؟ مالك يا دافش ليه؟ دي انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه؟ انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا. امورينا يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاية من سفر. ثانية واحدة، تأخر يلا. اتفضل عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة، بس دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد العزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية انا شاكك ان هو قنبلة. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للإنسان العادي إن هو قنبلة، بس أنا شاكك إن ده يكون منبه. مشتبه إيه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. يالا اجري. أيوة ليه يعني الماسكة دي؟ جر يالا. ما عرفنا إنك ظابط. خلاص خلاص. نيلي نيلي خدي يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيرة بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيرة بتاعتك أنت؟ شفت الزمن يا أستاذ عبد العزيز؟ أنبليفبل. إيه؟ فعلاً يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز، أنا واقفة. لا مؤاخذة يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعة. اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوة. لا على فكرة في أهواجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي أنت عايزه. إيه دي المعلومة الجوهرية دي؟ ما أنا عارف في أهواجي، عايزك أنت تجيب لي قهوة. ليه يعني؟ بكرهك يا أخي. ماشي. قهوتك إيه يا باشا؟ مانو. لا أنا ماليش دعوة أنت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، أنت قهوتك إيه؟ لا ده أنت لذيذ كمان، أنت تجري تجيب لي القهوة المانو وماية سقعانة. ماية إيه؟ سقعانة. أنت بتضحك عليا. ماية سقعانة. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد عزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط. عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي. يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده، هي اللي بتتكلم؟ أصلا أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا ابو عزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك. هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس، ما تقلقيش. طيب لا احل قهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا ما القهواجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهواجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه، وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي
وممكن يجيبوه لك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب، هنجيب ايه؟ ورق هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هزبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ Do something. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه وقولوا اه. خد يالا تعالى، خد شاكل اللي ملوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد عزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد عزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور، وزي ما تكون كده ايه، لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد عزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد عزيز، هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك، انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه، عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. قول كده اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجه تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونه، بس انت يعني عارفه يا نونه. ايه نونه دي؟ لا يعني بقول لك نونه بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونه، نونتي بنتي الصغيره. جغ جغ يا نونه. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا, لا استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنت بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكوا. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. بس 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 خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثه. شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك. يا سلام، هتبقي زوجة رجل مهم. يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف معرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي. خش جوه بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سمك. هاي زيزو،
تحب أونسك هنا ولا أونسك في العربية؟ والله سؤال محير. أخاف أقولك ونسيني هنا يطلع الونسة في العربية أحلى، أخاف أقولك ونسيني في العربية يطلع هنا أحلى. طب ما تيجي نجيب العربية هنا وتونسيني هنا في العربية. أنا مش فاهمة منك حاجة، تعال ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي فيه سبيس بيني وبينك، فاهم يعني إيه سبيس؟ أيوة فاهم طبعاً، ما أنا عندي كمبيوتر، سبيس يعني مسطرة. بس أنا واخد على خاطري يا بت يا نونة. أولاً أنا مش بت ومش نونة، يعني إيه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة. Good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو، هو إيه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وأنت ما تقبليهوش. أنا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش أنا أسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. أبص على إيه؟ الكومباوند. أنت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ آه معروف. واللي على انستجرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. أمال اللي بنسكن فيه اسمه إيه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وأنا عامل كده وكاتب عليها أمين الأحزان. ألف سلام عليك. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقول لك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينه. تاخد تشطف التمساح وتسكت شويه حبيبي يا لاكوست. اسمحيلي بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايزه اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكرة قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقة النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربه عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجة ومين الحاج؟ الحاجة أمي تقابل الحاجة بوكي. أنت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعة. إيه ده؟ أبوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. وما قلتليش ليه؟ كنت أوصي عليها أبويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي. باي. باي يا عسلية. ما تخافش يا سيدي. إهدى إهدى. السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحه عليه. تنسيش تعملي لي متابعه على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي.